عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. شارك في المؤتمر عدد كبير من مشايخ وأهالي شمال سيناء من مختلف الفئات، وطالب الجميع باستكمال مسيرة التنمية في جميع المجالات، وأشادوا بما حققته الدولة المصرية في عهد الرئيس خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب. كحزب مستقبل الوطن محافظة شمال سيناء عاملين مؤتمر النهاردة لدعم فخامة رئيس الجمهورية لفترة رئاسة جديدة إن شاء الله. طبعا المؤتمر دوت جامع كل الأطياف الموجودة في محافظة شمال سيناء، كان من أعساب وكان من شيوخ، من عواقل، من سيدات، من كل طائف، دعم لفخامة رئيس الجمهورية لفترة رئاسة جديدة لاستكمال مسيرة العطاء واستكمال مسيرة التنمية اللي موجودة في مصر. كامل الدعم والتأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القيادة السياسية الواعية، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. محافظة شمال سيناء بتعمل مؤتمر حاشد من حزب مستقبل الوطن بوجود العواقل والمشايخ والسادة النواب وأهلنا وكبار أهلنا في شمال سيناء، دعما للسيد رئيس الجمهورية في ترشح الانتخابات فترة رئاسية جديدة، استكمالا للإنجازات التي تحققت في كافة ربوع الوطن وخاصة في أرض شمال سيناء. احنا بنقول أهل شمال سيناء بالكامل كل الدعم لسيادتك في المرحلة القادمة لما أنجزته من تنمية على مستوى الجمهورية خاصة عامة وشمال سيناء خاصة. نعم استكمال مسيرة البناء، نعم لاستمرار بناء مصرنا الجديدة، وجاي بأكد ان احنا بندعم وبنؤكد دعمنا الكامل لجميع قرارات فخامة رئيس الجمهورية فيما يخص الحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية. احنا ان شاء الله النهاردة في مؤتمر جماهيري كبير وكلنا مشاركين ان شاء الله في المؤتمر لدعم الرئيس ان شاء الله. بدعم سيادة الرئيس وبندعم مرحلة البناء والتنمية عشان نكمل المسيرة اللي احنا فيها دلوقتي وتعمير سيناء واصلاح والتنمية شاملة. النهاردة جايين لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة قادمة وكل الدعم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جميعا، ندعمه بكل قوة وبكل ما نستطيع حيث يقود المرحلة القادمة.